أنا إنسان قاعد في دور الإيجار صار لي 28 سنة. كان حلمي وطموحي إني أبني بيت بالجد والاجتهاد وبالقروض وعن طريق الشكات بنينا بيت. في شهر 10/2013 إجانا تهديد اختار بالهدم، كان البيت لسه بناء سقف وجدران جوانب. ردوا بعثونا في شهر 11 أو شهر 12 اختار فحوى إعادة المنشأة كما كانت أو هدم. فتفاجأنا، كان التاريخ 9/6، اتفاجأنا في جرافات الاحتلال الساعة 5:30 صباحا بيتصلوا فينا الناس انه جرافات الاحتلال تهدم في البيت. اذا بدي احكي لك عن شعوري، لانه انا يعني انسان كان طموح اني اسكن هالبيت بعد 28 سنة. حسيت انه العدم او تجمدت كل يعني معالم الحياة بالنسبة لي. انا بقولها وبكل صراحة، اللي ساعد الاحتلال هو حقوق الانسان، ما يسمى حقوق الانسان. هذا قرار طبعا مستبد، وقرار هذه بيوتنا ارضنا ما إلهم حق فيها، هم اللي جابوا الجدار، مش البيوت راحت على الجدار، فهو استيطان. وهذا إسرائيل دائما تمتص دم الإنسان وأرضه. إحنا من ناشد الحكومة الفلسطينية، من ناشد الرئيس أبو مازن العمل على توسيع الخارطة الهيكلية، متابعة حقوق المواطن لحماية هذه البيوت. احنا طبعا بعد ما سكننا في الدار هاي اجوا الجيش وحطوا الشيك جنب الدار، صرنا نعاني كثير من الجيش، ووقت يعني كل يوم الجيش بيجوا بيطلعونا من البيت انا واولادي حتى في نص الليل، يعني لو نترك الساعة 12. بالنسبة العيشة هون يعني بحكم موقع البيت يعني جنب الجدار، وشي سواء بالليل ممنوع الخروج، ممنوع يعني تقدرش، صعب انه مثلا يجي قريب الي يزورني على البيت. اذا صار في مثلا مناوشات كذا اشي بيتم عمليه اخلاءنا من البيت وعمليات شبح وتفتيش وممارسات احتلال. يعني طبعا بنيت هذا البيت غرفه غرفه، انا سكنت فيه كان لا مكسور ولا مبلط، انا كسرته وانا في ساكن فيه وبلطته وانا ساكن فيه، بكى بس غرفتين احنا زدناه، كل مره نزيد غرفه غرفه عليه، يعني ما بنيته بالكامل، يعني تعبنا ومتنا فيه، بكى علينا ديون الدنيا تمنى سديناه. قرار جانا قرار وقف عن البناء، والقرار الثاني اللي حكوا لنا اياه بعد فتره قرار هدم. لغاية الآن يعني احنا قاعدين والله لا مش بصير، يعني احنا متواجدين في البيت وعلى الله.